بعد الانفصال حاجات كتير ممكن تحصل. يعني في بعض الأشخاص يقولك في 60 داهية غار ويكبر دماغه ويطنش، وفي بعض الأبراج رجل أو امرأة تحب إن هي تراقب وتطلع دايما على آخر التطورات، إما عن طريق السوشيال ميديا أو الأصدقاء اللي كانوا مشتركين أو وإلى آخره. بقى معانا كل الأبراج وتوقعوا كل حد كده يقول لنا إحساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، وحد أذكى شوية يقول لنا المركز الأول، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم. ويا ريت كمان الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وشيره على قد ما تقدروا. يلا بينا في المركز الـ12، حد توقع هو برج القوس رجل أو امرأة؟ يومين مراقبة حلوين قوي عليك لو كنت مرتبط ببرج القوس، حلوين يهتم قوي ويفند حساباتك كده ويفتش، ستفتش عنها. برج القوس يفتش يومين ثلاثة أربعة حلوين قوي، مش يعني مقارنة كمان بالأبراج اللي هتيجي معانا في القمة. هو هيجي في المركز الـ12، أعلى منه حد توقع في المركز الـ11 برج الدلو رجل او امرأة؟ نفس الكلام وبعد، وخلاص بقى نراقب اول اسبوع حلو، وبعد كده تبدأ المراقبة تقل شيئا فشيئا لحد ما ينسى تقريبا ان هو كان مرتبط بيك في يوم من الايام. في المركز العاشر برج الاسد الناري، بيكسر 600 ألف قلة وراك. مش عارف بقى الجماعة اللي هم مش مصريين هيعرفوا قلة يعني ايه، قلة كده وراك نراقب كده، وعمره ما يعترف أبدا برج الأسد رجل أو امرأة إن هو بيراقب، بس يفضل مهتم له كده أسبوعين ثلاثة شهر بالكتير. ما هو الموضوع بدرجات. ندخل بقى في منطقة وسطى عشان نلتقي في المركز التاسع ببرج الميزان الهواء. يعني برج الميزان يعتبر ما بيطولش برضه في موضوع المراقبة بعد ما كل واحد فيكم ينفصل. برج الميزان وإن كان هو أعلى بقى من الأبراج اللي سبقته، احنا بنرتب حسب المدة وحسب الإصرار على المراقبة. يا ريت ندوس لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة لبعض أصدقائنا عشان توصل لهم. هنعلى كمان في المراكز نوصل للمركز الثامن. هنلتقي ببرج الجوزاء، فضول قاتل عند برج الجوزاء بعد يعني الانفصال شوية، عايز اعرف ارتبطت بمين، طب اللي ارتبطته ده هيبقى احسن مني اللي ارتبطت بيه، طب انت بتعمل ايه. ولكن الحياة بتنسي برج الجوزاء انه يظل على المراقبة زي ما بتنسي كل الابراج اللي سبقته. من اول بقى كده تحديدا برج الحمل اللي بيجي معانا في المركز السابع، هي دي الابراج اللي في منطقة وسطى. حرفيا الحمل ممكن يقعد فترة طويلة الى حد ما رجل او امرأة، ولكن يعني مقارنة بالستة بقى اللي هم القمة، الحمل في منطقة تانية. لان هنلاقي معانا في المركز السادس برج العقرب ممكن يطول، برج العقرب وما يبينش ولا يعترف ابدا ان هو بيراقبك، ولكن مقارنة كمان بالبرج اللي هيجي في المركز الخامس اللي هو برج الجدي، دي الابراج اللي اقدر اقول عندها هوس بالمراقبة، حتى لو ما كنتش انت، يعني لو ما كانتش الابراج دي عايزاك. تخيل رجل او امرأة. ولكن برج الجدي بطبعه ما ينساش بسرعة، ويحب دايما ان هو يطلع على ايه اللي حصل لك بعد كده. لذلك من اول الجدي وطالع بقى اعرف ان اللي انت منفصل عنه او منفصل عنه في حالة مراقبة شديدة قوي. ودلوقتي هنعلى في المراكز عشان نوصل لرباعي القمة. في المركز الرابع حد توقع برج الثور رجل وامرأة؟ حرفيا ممكن يقعد فترات طويلة حتى لو ارتبط بعد كده مهتم بأمورك، والمراقبة بتروح وتيجي من حين إلى حين. ثلاثة القمة حد توقع. في المركز الثالث باله طويل قوي في المواضيع اللي زي دي، ممكن يقعد سنوات، مش عايز أقول ممكن يقعد عمره كله يراقبك، هو برج العذراء رجل أو امرأة اللي بيجي في المركز الثالث. هو أصلا عنده في سياسة المراقبة والفن ده باع طويل، وعنده طرق غير مباشرة كتيرة أوي يقدر إن هو يعني من الأبراج اللي ما ترتاحش ألا أما تراقبك وتعرف إيه اللي حصل لك. وإن كان برضو برج العذراء لن يعترف إن هو بيراقبك حتى لو رجعت لبعض تاني، صعب إن هو يعترف. الأول والتاني حد توقع. في المركز التاني برج الحوت
المائي من أكثر الأبراج اللي تراقبك في صمت، مراقبة صامتة ولكن الصغيرة قبل الكبيرة. صدقني لو حصل دلوقتي وابتعدت وجيت ورجعت لبعض تاني، الفترة اللي ابتعدت فيها ممكن برج الحوت يحكيها لك من أولها لآخرها، عملت إيه، مين كان مهتم بيك، كنت اهتميت بمين، كنت بتنشر إيه وبتعمل إيه. ولكن كل الأبراج دي مش زي متصدر الترتيب معانا في حلقة النهاردة. برج السرطان ما بينساش فتفوتة ولا ثانية، والمراقبة شيء في دمه، يحب دايما. برج السرطان رجل أو امرأة حتى بعد الانفصال، وهو أيضا من الأبراج التي لن تعترف إن هي بتراقبك، يراقبك قوي. والسوشيال ميديا سلاح قوي، والأصدقاء المشتركين سلاح ووسيلة قوية أوي بيستخدمها البرج ده. رجل وامرأة يعرف جديدك وأحوالك وتغيراتك وإيه اللي حصل لك. وبكده نكون خدنا كل الأبراج اللي ممكن عندها ميل وحب وهوس لدرجة الجنون، بنطلع في الدرجات هو إن هي تراقب اللي كانت مرتبطة بيه بعد الانفصال. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا كل تعليقاتكم تحديدا أو تقريبا بقراها، وإن كنت معرفش إن أنا أرد عليها. أي حد تاني على الفيسبوك غير محمد أبو زيد نصاب، يا ريت تعملوا له بلوك للانستجرام، الفيسبوك، قنواتنا التانية، كل الروابط دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق. بنعمل لايفات بقى وبننزل حلقات مختلفة، يا ريت تنضموا لنا وهتوحشونا.